وقال انه لا علاقة له بذلك، وانه لم يتبرع بهذا الشكل يعني، وانه عنده وسائل تانية للتبرع. بالتأكيد يا فندم، بالتأكيد، لأن احنا حتى بلغنا يعني وزارة الأوقاف من خلال المساجد تبلغ الناس في القرى والنجوع إن دي إشاعة، بلغنا برضو الصحف المحلية. بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية على تبرع عادل إمام بكل ثروته للشعب المصري. شاهد ردة فعل عادل إمام عند رويته جورج وسوف بعد وفاة ابنه. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية على تبرع عادل إمام بكل ثروته للشعب المصري. نفى الممثل المصري عادل إمام بعض الأخبار الصحفية التي أشارت إلى أنه يتبرع ب 52 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وكشف إمام أنه لم يتبرع بشيء، وعندما يقوم بتلك الخطوة لا يعلن عنها، فيجب أن يكون هذا الشيء بين الإنسان وربه. وأكد أن نصف أجره عن مسلسلاته الثلاثة الأخيرة لا يصل للمبلغ المعلن على الإطلاق، ووضح أنه يكره بشدة مثل هذه الشائعات السخيفة. شاهد رد فعل عادل إمام عند رؤية جورج وسوف بعد وفاة ابنه. نشرت الفنانة بدرية طلبة مجموعة من الصور عبر حسابها بتطبيق إنستغرام من خلال تواجدها في حفل جوي أوارز، وظهرت برفقة الفنان جورج وسوف في أول ظهور له بعد وفاة نجلة منذ أيام. ونشرت الفنانة بدرية طلبة مقطع فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا عبر خاصية الستوري في انستغرام النجم العالمي أميتاب باتشان، وذلك خلال تواجدهما في حفل جو أوارد. وعلقت بدرية طلبة على الفيديو: أحبك أحبك أحبك، والتفتت لها موجها لها بتحية شكر لترد عليها: يا نهار أبيض، حفل جوائز جو أوارد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حضور حافل للنجوم من مصر والوطن العربي، وشهد حفل جوائز جو أوارد حضور باقة من نجوم الفن المصري والعربي، من بينهم فنان العرب محمد عبده، كريم عبد العزيز وزوجته، هند صبري، أحمد عز، أحمد حلمي، عاصي الحلاني، مروان خوري، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، أحمد سعد وزوجته، رانيا يوسف، وجمال سليمان، وبسنت شوقي، وغيره من النجوم. بصوت وصورة عادل إمام يكشف سبب تبرعه لكامل ثروته للشعب المصري. عادت ثروة الفنان المصري عادل إمام إلى الأضواء بعد أن تداولت وسائل إعلامية عدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبرا قديما عن حجم ثروته، منقولا عن موقع أمريكي، لافتين إلى أنها تجاوزت 100 مليون دولار، رغم أن أموال الزعيم قدرت قبل عامين بأكثر من 250 مليون دولار. وظل عادل إمام الذي قدم السينما والمسرح والدراما أعمالا لا تنسى منذ بدء رحلته الفنية عام 1960 لسنوات طويلة ألعل أجرا وجماهيرية في مصر والعالم العربي، إلا أنه لم يفصح يوما عن حجم ثروته الحقيقية في أي مقابلة طوال حياته. لكن تقارير سابقة أفادت بأنه يمتلك أكثر من نصف مليار جنيه مصري، إضافة إلى عدد من العقارات والسيارات الفارهة. أول ظهور لابن عادل إمام بعد تبرع عادل إمام بثروته. تحدث موقع مختص في متابعة المشاهير عن حجم ثروة الفنان المصري الكبير عادل إمام، وقال موقع الفرنسي أن ثروة عادل إمام بلغت 100 مليون دولار، وأصبح عادل إمام بذلك أغنى فنان مصري بعد أن بلغت ثروته 100 مليون دولار، ما يعادل نحو أكثر من مليار جنيه بحسب سعر الصرف السائد حاليا. وأشار الموقع إلى أن عادل إمام ولد في مدينة المنصورة بشهر مايو 1940، وبدأ مشواره الفني العريق في العام 1960، وخلال هذه السنوات قدم العديد من الأعمال الفنية التي يتم الاقتباس منها في الحياة اليومية العادية. هل تبرع عادل إمام بثروته للشعب المصري بالكامل؟ زعيم الكوميديا الفنان القدير عادل إمام الذي استطاع أن يتربع على عرش الكوميديا طوال مشواره الفني دون أن يستطيع أحد أن يزعزع مكانته، ولعل حب الجمهور له من أهم أسباب حفاظه على هذه المكانة، بالإضافة على موهبته الفنية الفردية وكذلك قدرته على التنويع في أدائه بشكل متواصل. لم يتوقف إبداع الزعيم موهبته في مجال الكوميديا فقط، ونجح في تمثيل أدوار متنوعة منها الأكشن والدراما وغيرها،
اسمه عادل إمام محمد إمام من مواليد 17 مايو 1940 من قرية شهة مركز المنصورة بمحافظة الدقاهلية شمالية القاهرة، ولكنه انتقل إلى حي السيدة زينب بالقاهرة وهو ما زال طفلا. التحق الزعيم بكلية الزراعة جامعة القاهرة وبدأت موهبته في الظهور على مسرح الجامعة. بدأ عادل إمام مشواره الفني في الستينات مع فؤاد المهندس في مسرحية سري جدا، ثم مسرحية أنا وهو وهي التي كانت الشرارة الأولى لنجاحه، وتولت مشاركته في العديد من الأفلام في هذه الفترة. أخيرا أسرة عادل إمام توضح سبب تواجد الفنان في عزاء وديع. بعد أيام من وفاة نجله وديع، فاجأ الفنان السوري جورج وسوف الجميع بحضور حفل جو أواردز الذي أقيم مساء أمس في الرياض في أول ظهور له بعد عزاء نجله، وعبر خاصية القصص المصورة على حسابها بإنستغرام نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة برفقة سلطان الطرب جورج وسوف أثناء حضوره الحفل مرتديا بدلة باللون الأسود. وأقيم مؤخرا العزاء الثالث لوديع نجل الفنان جورج وسوف، وحرص عدد من النجوم على حضوره ومواساة جورج وسوف وتقديم الدعم له، وكان من ضمن الحضور إليسا ونوال الزغبي ومريم فارس ووفاء الكيلاني وقصي خولي وكارمن لبسة وعبد المنعم عمايري ورغب علامة وغيره من النجوم. ما هي حقيقة تبرع عادل إمام بثروته للشعب المصري؟ ما هي حجم ثروة عادل إمام التي جمعها من خلال الأعمال الفنية التي قام بتأديتها في مصر طيلة مسيرته الفنية بالدولار الأمريكي وأيضا بالجنيه المصري؟ يعتبر الملقب بالزعيم عادل إمام من أكثر الفنانين في مصر دخلا وعلاهم أجرا بالأعمال الفنية التي يقوم بها، وهو ملك الكوميديا والمسرح في نظر الكثيرين داخل وخارج مصر. اعتلى عادل إمام صدارة أثر الفنانين المصريين منذ زمن طويل، ولم يستطع أي شخص منافسته بما في ذلك محمد رمضان. تقدر ثروة عادل إمام بما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل مليار جنيه مصري جمعها من خلال الأعمال الفنية والمسرحية. بدأ عادل إمام مشواره الفني عام 1960، وكانت معظم أعماله ناجحة لدرجة أنه تواجد اسمه في مسلسل أو فيلم أصبح يقدر بثمن باهظ جدا لدى شركات الإنتاج التي تجري وراء قبوله للعمل معهم. أدى الزعيم أكثر من 100 فيلم وفاز بمهرجانات كثيرة محلية وعربية وقارية، كان آخره مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي بالبرازيل، تم تعيينه مؤخرا من طرف الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. هل تبرع عادل إمام بثروته للشعب المصري أم لا؟ لا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.